معتب والقتال تتواصل والرسوق لا زال الرسوق لا زال والشمراني وسع يا الله على كورة عبرت بسلام عبرت وعدت إلى هذا العودة من جديد مرة أخرى للمشرف اللي تداول المباراة والعودة الرأسية يا الله مش ممكن مش معقول على كورة مرت يا سكرمة عبرت بسلام يا جبارة النقل والدفاع يمشي الأساس يؤمن عادت إلى أحمد عمر الكورة إلى أبو يامس أبو يامس إلى كريم يمشي العولجي يجرب في الكورة يا الله مش ممكن يا عولجي هو الرقم خمسة اللي يعطي مازال هنا في ملعب النقل هذا العودة مرة أخرى عادت إلى محكمة يمشي فهد يمشي المعلم يمشي لاعب لاعب عنده قدرة يعدي يوزع كورة العودة من جديد هنا العرضية لا العودة والتغطية الدفاعية الانطلاقة من سامر يبقيها في الملعب عبرت الكورة بتنفيذ كورة سيعطي إرسالية إلى المرمى مباشرة ماذا سكرمة 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 يمشي الكورة يبقى الكورة رقم الأول لكن الحارس عبرت إلى ركلة الزاوية الحارس يؤمن الحارس يؤمن بكل تأكيد هنا الكورة مع قذافي يمشي قذافي مضغوط عليه من أحمد عمر ولكن يرجع لأمن سامر يلعب عبد الرحيم يلعب المكينة الأفريقية إلا يبقى الكورة مع أبو يابس الانطلاقة يا سلام هنا السرعة عبرت الكورة لخارج ملعب المباراة عبرت وعدت عبرت ركل الزاوية فهد باركلا 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 والكرة العكسية فهد المعلم أفضل لاعب في بطولة غليلي هنالك بمكة هنالك بمكة ولكن هذا عزازي وهذا دبرة هذا دبرة أبرك دبرة يا سلطان الدبور بكل تأكيد الدبور يعلق فوق الجميع الدبور يمسي ويطلع الكل الدبور يمسي ويطلع الكل هذا عودي هذا العودي هذا شيء ثاني خيال بكل تأكيد نعم نعم هذا الرسوخ الكرة اللي ترجع نطلع عادت إلى فهد المعلم ولكن معها يطلق حكم اللقاء أرسال موسى كولومبوس عن مجريات اللقاء والمباراة أنا مجريات الشوط الأول عفوا متابعينا هنا بتقدم الرسوخ براسية سلطان جارة لنا عودة للشوط الثاني كافر هنوبي إذن أعزائي المشاهدين متابعينا إذن عودنا من جديد هنا لاستكمال الحديث المجريات اللقاء والمباراة والعودة والتميز هنا بالشوط الثاني لهذا اللقاء سكرمة تنفذ الكرة ننتظر متابعة يمشي يتقدم الآن يلعب سكرمة إرسالية ممتازة والحارس هو الأقرب في التصدي العودة محمد عادت الكرة من جديد إلى أبو علي عبرت الكرة إلى رمية جانبية إلى الصفة جدة حكاية من حكايات جدة وكرة جدة ورياضة جدة والانطلاقة للنمور والعرضية ولكن وجدت علي وجدت المجدلي وجدت العملاق بكل تأكيد فالباب الأفضل باكات الشمال على مستوى مدينة جدة العودة مرة أخرى عادة الآن الكورة ترجع مرة أخرى فهد وكلا يلعب المعلم هنا الانطلاقة هي يمشي ديجا الثاني الثاني مش معقول هنالك عقوبة هنالك ندم قادم صدقوني سيعودون أنصار النمور بعد هذه الكورة يا سليمان نور سيعر يمشي بالبحر
أحمد شافي اللي وزع كرة فهد المعلم اللي أمن في الدفاع فهد اللي أمن عودة من شديد إلى كريم عادت الكرة لأبو يابس التأمين من الدبور دارة التأمين من الدبور دارة وعبد الرحيم هذا المحارب اللي قاتل العودة يا سلام يا سلام مشاريع 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 ركعت الجلسة ركعت الجلسة ركعت الجلسة انتهت الحكاية تبنيا الرسول العطاش في الوقت المناسب من اجل الوصول الى النهائي على المجدل في مرمى على المجدل في مرمى يلعب بشادي يعلي كرة والعطاش يأمن والخطورة والضربة النمور ملهمش أمان يلتهمون الرسوم في الثانية الأخيرة في الثانية الأخيرة ركعت الجلسة إلى ركلات الترجيح مش ممكن مش معقول يا أحمد موتان يا عبد العزيز بطولة عليها قيمة عليهم كلام العود الأصلي لن توقع لك عود يا موتان العود الأصلي لن توقع الركلة الأولى للرسوك الآن ركلة الترجيح الرسوك الركلة الأولى يتقدم العطاس هو بن محمد يتسقى الأولى الأولى مهدرة الأولى وزار يبحث كمان وكمان ولكن هذا النمور يتقدم نواف يمشي المولد للأولى للسامر يلعب نواف سكرما وهاشع سكرما 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 وسكرما وقول يا في الجول واحد لواحد والأفضلية للنمور هذا ريم في مواجهة علي المجدلي هذا عبد الرحيم هذا عبد الرحيم في الجول في المرمى بنجاح دقة في التسديد دقة وقوة واتقان عبد الرحيم راح يجري المباراة هكا يحيى هزازي يحيى يحيى وهاشع وجها لوجه الان يحيى يتقدم الان بنظرة في تاهب الان خطوة بخطوة ويحيى يحيى مش معقول مش معقول يا رسوك هاشع يتصدى هذا يتقدم الان فهد هذا فهد هذا فهد هذا فهد يضع الان يضع الان في الشباك لا 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 نمور السامر يا قراب عزيزي المشاهد سلطان وهاشع سلطان وهاشع دبرة يتقدم الدبور يمشي الدبور يلعب دبرة خلاص افرح يا نفسي هي دمعات الفرح ومن هنالك الحسرة بسلام النور النمور الى المباراة الختامية الى مثل الختام يا ساده
من صيّدها النمور؟ إما العبري أو الطبري. انتهت المسألة، انتهت الحكاية. هنا في هذه القمة يكون مبروك جمهور الصدر أرضة النصوص. أفضل لاعب، أفضل لاعبين من الرسول سلطان دبرة وفهد بحكلة، أفضل لاعبين من الرسول سلطان دبرة وفهد بحكلة، وأفضل لاعبين من جمهور الصدر عبد الرحيم محمد وهاشع محمد. إذن هاشع محمد من فريق نمور السامر وعبد الرحيم محمد.